نظمت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب ندوة للشباب عن كيفية عمل دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة. احنا بنشتغل من منطلق التوجيهات الرئاسة في ان التوعية للشباب، وانا جهاز رعاية تشغيل الشباب. الجهاز دوره ايه؟ بيعمل ايه للشباب؟ الجهاز عبارة عن جهاز رعاية وتشغيل. انا على قد ما بنقدر بنعمل التشغيل، لكن احنا في النهاية بنشوف الشباب اللي محتاج. عندنا في الجهاز قروض، بنديله قروض من 5 ل 20 ألف على مستوى المحافظة كلها حتى مراكزها. ان احنا نساعد الشباب ايجاد فرص عمل، وان هم يقدروا يعملوا مشاريع صغيرة ومتوسطة. احنا الفئة المستهدفة بتاعتنا كطلبة جامعة، على اساس ان هم لما يتخرجوا يقدروا يبقى عندهم حلول ان هم يقدروا يعملوا مشاريع صغيره ومتوسطه. فبنعرفه النهارده ازاي يعمل دراسه جدوى، وازاي يبدا مشروع، وايه الجهات اللي ممكن تموله للمشروع دوت، وتقدر ان بعد كده ان هو يصدر المنتج بتاعه لو بيعمل منتج عالي الجوده. ده طبعا ده الهدف من اقامه الندوه النهارده. بنعمل ندوه عن كيفيه دراسه جدوى للمشروعات الصغيره. طبعا دي تعتبر من اساسات نجاح اي مشروع. عشان نعمل مشروع ناجح لازم ناسسه صح من A to Z. فاحنا برضو بنقدم لهم كل السبل، سواء من قرض، سواء من مكان، سواء من الناحيه النظريه زي دراسه الجدوى، مستعينين طبعا بالخبر في المجال ده. شهدت فعاليات الندوة حضورا كبيرا من قبل الشباب الراغبين في الاستفادة من ما يتم طرحه بالمناقشات، حيث حضر حوالي 100 شاب وفتاة من مختلف الأعمار. أي شاب بيبقى نفسه يبدأ مشروع، لكن ممكن يعني يبقى عنده المهارة أو الحرفية الكويسة في المجال بتاعه، ولكن ما عندوش التقنية اللي يقدر يعرف هل أنا أبدأ مشروع إزاي، أعرف أنا بخسر ولا بكسب ولا الكلام ده كله. ده من حيث الندوة ديت هقدر أستفيد من النقاط ديت، إن في ناس أو يعني خبراتهم أكبر مني في الجزئية دي، أقدر أستفيد بالنقاط اللي هاخدها وأقدر أوظفها مع المشروع اللي أنا عايز أعمله. ودي بتختلف من المشروع أو من شخص للتاني. من خلال الندوة ديت هي هتكسبني معلومات، أكيد مش حاجات عالية، بس أكيد حاجات تمهيدية هتعرفني أقدر من خلالها فيما بعد أحط النقاط اللي أنا أمشي عليها، بحيث أن أنا أكون المشروع دوت كويس. قامت القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة بإجراء العديد من المناقشات مع الشباب وعرض العديد من الرؤى والمجهودات التي يتم تنفيذها لصالح الشباب. اهلا بحضراتكم من جديد. واعتقد التقرير اتكلم على نقاط مهمة جدا في عملية مشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مؤتمرات بتقام، واعتقد كمان انه بعض الاحزاب المصرية مهتمة بهذا الشأن عشان تقدر توصل للشباب المنطقة اللي موجودين فيها ويقدروا ان هم يدوهم المعلومات الحقيقية والصحيحة. انت كشاب عليك حاجتين، عليك الفكرة، وحتى كمان دراسة الجدوى. انت بتقدر تتوجه لهذه الاماكن المخصصة زي الصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وده يعني موجود على النت، العناوين والصفحات بتتكلم كتير جدا. تقدر تتواصل مع اصدقائك اللي بدأوا هذا المشروع وراحوا للصندوق الاجتماعي او البنوك. حقيقة بقت افاق كتيرة جدا، زي ما قلنا يمكن كمان انه السيد الرئيس اطلق هذه المبادرة منذ 2018 بوضع 2 مليار تحت امر هذا الصندوق عشان تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. النهاردة ما فيش حجة، يعني اعتقد انه اللي عايز يتحرك ويشتغل الفلوس اصبحت موجودة والدولة بتساعد على ده. وطبعا كان اخرها احلى قرار من القرارات اللي اخذتها الحكومة، وهي اعادة تشغيل المصانع المتوقفة ولجنة وزارية في اجتماع مستمر مع البنك المركزي ومع البنوك. كان في اجتماع مهم جدا لطارق عامر مع هذه البنوك. كل ده حقيقة بيدينا تفاؤل وامل مهم جدا لجزء احنا افتقدناه بقالنا سنين طويلة. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم. برحب بالكاتب الصحفي الحسين عبد الفتاح، المحرر بروز اليوسف. اهلا بيك استاذ. اهلا بحضرتك استاذ طارق وبمشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا. اعتقد انه طفره ونقله مهمه جدا، ولما بنقول انه في مبادره وانه الحكومه بتنظر ملف، النهارده ما بقاش كلام صحافه وكلام اعلام، بقى كلام حقيقي على ارض الواقع. الكلام ده مدى صحته استاذ حسين؟
طبعا القاصي والداني يرى هذا المجهود الكبير الذي يبذله السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد المبادرة الرئاسية اللي مر عليها أكثر من سنتين تقريبا، بتشغيل عدد كبير من الشباب وإتاحة الفرصة ليهم من خلال آليات جديدة. البنك المركزي زي ما حضرتك والمشاهد الكريم يعلم خصص 200 مليار جنيه كانت مخصصة للمشروعات الصناعية والتجارية. منذ عام تقريبا أصدر البنك المركزي قرار جديد بوقف التعامل على المشروعات التجارية، أصبحت المشروعات الصناعية هي عصب المجتمع. حضرتك تعلم جيدا أن إحنا بنستورد أمور كثيرة، منها الكبير ومنها الصغير ومنها البسيط صحيح الذي لا يستحق الاستيراد. المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر توفر مثل هذه الأمور، توفر عملة حرة، نستطيع أن نكون دولة قادرة على التصدير. الآليات، الدولة زي ما حضرتك تفضلت منذ قليل مهتمة بهذا الأمر، حتى أن رئيس الوزراء في خلال هذا الأسبوع اجتمع مع السيد رئيس البنك المركزي وجهاز المشروعات الصغيرة وعدد من الأجهزة المعاونة من أجل التفعيل. تفعيل إيه؟ مجلس النواب ناقش رفع العقوبات عن المتعثرين، وأصبح المال بالمال، غرامات وعقوبات مالية ليست عقوبات حبس، صح. مما يتيح الفرصة لرجال الصناعة أن ينطلقوا معتمدين أولا على الله ثم على هذه الدولة التي تمد يدها لمساعدة الصانع الماهر لتعيده إلى حرفته بعد أن أصبح عدد كبير من شباب مصر في مشروع التوك توك الوهمي الذي لا يفيد هذه الدولة لكنه يفيد الشخص نفسه الذي يركب هذا. هو أضر بالدولة كمان أستاذ حسين، بالتأكيد. لما تيجي أنت تتفرج على أصحاب هذا المشروع تتفاجئ أنه هم صناعية مصر طبعا. تتفاجئ أنه كان ميكانيك، تتفاجئ أنه كان نجار، تتفاجئ أنه كان بنا. وهذه الصناعات أنا بشوف أن هي بتمثل جزء كبير جدا من المدخول القومي للدولة المصرية. انت بتتكلم النهاردة لما بتحتاج عامل ما في اي مهنة انت محتاجها في بيتك او في اي مكان انت بتعاني، والارقام بقت عالية جدا. طيب سعادتك تعلم ان كان زمان الاسطبلية، الطفل الصغير اللي بيعمل في ورشة ويتضرب بالمفك ويتضرب بالايه، وكان يعني اهانة صحيح لهذا الطفل، والرئيس يعني حريص على الطفل المصري لانه مستقبل مصر. الدولة ابتدت تعمل ايه علشان يعني تترك هذه الإهانة وتهتم بالطالب المصري؟ العملية التعليمية تعيد لهذا الحرفي صياغته الجديدة ليصبح حرفي عالم عامل أيوة. متعلم أيوة. ويبقى جاهز للعمل في مصر أو للعمل خارج مصر بالشكل الذي يليق بالصانع صحيح. الماهر المتعلم. طيب نوصل لإيه؟ إن مصر تعلن عن فتح مدرسة للصاغة، من يريد أن يتعلم الحرف في صناعة الذهب. تعلن عن فتح 12 مدرسة مهنية حرفية مختلفة عن المدارس الصنايع العادية الفنية القديمة، اللي هو السيد الرئيس بيغير مفهوم التعليم الفني اللي الناس كانت بتهرب منه. بالظبط، يبقى في الجامعة يا ملهاش لازمة الدبلوم اللي أنا باخده ده. صحيح. الأخطر بقى طارق بإيه؟ إن الدول التي تعمل في الصناعة في الخارج تأتي الآن إلى مصر تطلب مشاركات في هذه المدارس الفنية الصناعية. تعليم الأمور اختلفت. النهاردة كان عندك يعني مش عارف أقول أسماء الجامعات ولا لا، لكن كان عندك جامعة كبيرة مشهورة في ميدان التحرير، أصبح هناك جامعات لمعظم الدول الأولى في العالم والدول الكبيرة والدول صحيح. الصناعية والدول، والآن يتوافدون إلى مصر. أصبحت مصر قبلة للعالم، من يريد أن يتعلم يأتي إلى مصر، من يريد أن يتاجر يأتي إلى مصر، من يريد أن
يقوم بصناعة متميزة يأتي إلى مصر، حتى من يريد أن يتعامل في السلاح يأتي إلى مصر. مصر لا لم تصبح الآن ولن تصبح بعد ذلك بإذن الله الدولة الوحيدة المصدر في السلاح. النهاردة بالأمس القريب وأول أمس كانت هناك القوات الجوية الفرنسية، وقبلها أو بعدها بيوم القوات البحرية الفرنسية في تدريب بيقال عليه تدريب عابر. يعني الدولة تعبر الدولة بتاعتك لدولة أخرى فبتستأذن في الدخول فبتطلب منك إنها تعمل معك تدريب عابر. لو لم ترى هذه الدولة الكبيرة التي تصدر إليك السلاح أنك قادر على التدريب وأن التدريب معك سيفيدها قبل أن يفيدك، هل ستطلب هذا؟ لا طبعا، وفي فرق كبير جدا طبعا في العلاقات. أصبحت العلاقات الثنائية حتى علاقات على المستوى الحقيقة في كل المجالات. يعني فاضل من أيام كان أخي الصغير يشتري سيارة جديدة، أثناء البيع والشراء تم العرض عليه أنه يقوم بعض الصناع المصريين الموجودين بعمل الكسوة الخاصة بالصالون. الكلام ده احنا كنا بنستورده. النهاردة بعض الفوانيس الخاصة بالسيارات بتتعمل هنا في مصر وبعض الأمور. هو ده فندم بقى، دي بقى نواة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وانت حتى تقدر تروح لبعض الأماكن من الحرفيين والمهنيين في مصر وتتفاجئ انه الكواليتي والفينش على مستوى عالي جدا، واحنا نقدر ننافس بشكل قوي جدا. طيب لما نيجي نشوف ايه الجديد في هذا المستوى وايه اللي حصل طبعا بعد مبادرة السيد الرئيس، وطبعا زي ما بنقول انه في شباب كتير جدا دخل وابتدى ياخد القروض وابتدى يشتغل، شايف المنافسة ازاي؟ وشايف نقول ايه لشبابنا استاذ حسين؟ نقول لشبابنا ان رمز الدولة مهتم بالموضوع، لا من اجل مجد شخصي له، لانه حتى الان لم يضع اسمه على اي شيء، لكن بصمته موجودة والثمرة موجودة. الجامعات تعمل في المشروعات الصغيرة، حضرتك تعلم ان في عدد من الجامعات اصبح الان حاضنة للمشروعات. صحيح. اللي حضرتك اشرت اليه في بداية اللقاء ان القصة لم تصبح انك تكون صانع او حرفي او مهني وعندك مشروع وعايز توصل، لا، انت لو شاب قاعد على القهوة وما عندكش فكرة عن اي حاجة لكن عندك اقبال على الدنيا، عندك طموح في انك تعمل مشروع، عندك امل انك تبقى رجل صناعة، اذهب الى الصندوق الاجتماعي او اذهب الى جهاز المشروعات الصغيرة واخبرهم انك تريد فقط، سيضعون امامك عدد من المشروعات الناجحة في المكان. حضرتك والمطلوبة. تعلم حضرتك تعلم طارق بيه ان المشروعات في دمياط بخلاف المشروعات في بورسعيد، بخلاف المشروعات في كفر الشيخ، بخلاف المشروعات في اسكندرية، بخلاف المشروعات في صعيد مصر، بخلاف المشروعات في الوادي الجديد، في الواحات البحرية، مصر جميلة ومنتشرة. المشروعات اللي موجودة حضرتك اللي بتعرض عليك قابلة للتنفيذ في منطقتك وناجحة في البلد اللي انت موجود فيها وناجحة، بيتم تدريبك عليها، بيتم توفير خطة طموحة لحضرتك ازاي تبدأ والى اين ستذهب، لكن النهاية ليست لها حدود حسب طموحك وامكانياتك وقدراتك. التوفير المالي اللي كان بيقف عقبة صحيح امام الجميع ما قبل 2014 وكانت هناك ازمات متعددة والكل يتم حبسه، والاسم النقردي يعني حبس بالضبط على طول. دي كانت السمعة لهذا القرد. النهاردة في تحرك يهرب منه. لا صحيح. النهاردة اولا مفيش حبس، في مساعدات، المال بالمال، المساعدات مختلفة. النهاردة مساعدات فنية قبل ان تكون مادية. صحيح. طيب انا اضمن منين ان حضرتك هتنجح في مشروعك؟ لما اجد منك جدية والتزام وتواجد ومتابعة في الدراسة بتاعتك وثمرة لمجهودك قبل ان تأخذ في ذلك الوقت. في مشروع الشباك الواحد اللي حضرتك عارفه، تدخل تقدم اوراقك، الدولة تساعدك، خلاص انت بقيت نموذج صغير لصانع ماهر تحتاج الى قليل من الدعم. عايزين نتكلم مع حضرتك برضو استاذ حسين انه في مشكلة كبيرة كانت بتقابل هذا الشباب،
وهي تسويق منتجاتهم أو صناعاتهم. دي كانت بتقابل عقبة كبيرة عند ناس كتير قوي، مش عارف هيقابل مين، مين التاجر اللي هياخد منه، بيعاني على ما يصرف البضاعة بتاعته بالمعنى الدارج أو التجاري. لكن النهاردة احنا بنتكلم سوق مفتوح، سوق في حالة جوع مستمر للمنتجات. انت عارف كويس جدا انه خلاص حتى استيرادنا لبعض المنتجات تم ايقافها بالفعل، وبيحل محلها المنتج المحلي، وده بالتأكيد هيدي أفضلية لكل الصناع اللي بيشتغلوا في هذا الجزء. أنا أعتقد أن الجزئية دي بتحل نفسها بنفسها، ولسه الدولة بتشتغل فيها برضو. تمام، أنا سعيد طارق بيه وأنا في هذا البرنامج الجميل الرائع أنك ترجعني بالذكريات لإيدكس 2018، معرض السلاح الكبير اللي أول مرة يتعمل في مصر، واللي خرجنا من المعرض ده بعدد عارضين أكبر يحتاجوا لمساحة أكبر وأعداد أكبر من الروعة اللي شافوها، والالتزام والتنظيم الأكثر من رائع اللي قام بيه رجال قواتنا المسلحة المصرية. حضرتك أصبحت من الدول التي توضع على خريطة الدول المنظمة للمعارض. أرض المعارض الجديدة، معارض مصر الدولي، حاجة تشرف. مصر بدأت حضرتك في عمل معارض كثيرة ومتنوعة، وليست في مصر فقط، وإنما من خلال تنظيم السفارات المصرية في الخارج، في الدول الخارجية، وبتعرض المنتجات بتاعت الشباب. صحيح، اشكرك انك رحت للنقطه دي، نقطه مهمه جدا. يعني ده انا اللي الدولة بتصرف ارقام ضخمه جدا استاذ حسين في هذه المعارض الخارجيه عشان عرض ده هذه المنتجات. ده انا بشكر حضرتك لانك يعني لفتت النظر لهذه الجزئيه الجميله الرائعه. الصانع المصري النهارده اصبح ليست لديه مشكله في عرض المنتجات بتاعته وتسويقها. صحيح. الاخطر بقى حضرتك الاستقرار والامن الذي حظيت به مصر في هذه المرحلة كانت نتيجته ايه؟ صحيح، نقطة مهمة. نعم، ان دول العالم كلها بتيجي تزور حضرتك وبتيجي تشتري من المنتجات المصرية، وبتخرج كمان تطلب معارض في الخارج انك تشارك فيها، لان حضرتك النهاردة اصبحت مطلوب واصبح هناك رئيس وقيادة سياسية بتحافظ على حضرتك وبتحافظ على المنتج بتاعك، وبتدعو لهذا الشاب المصري المتميز وبتحافظ عليه. يعني هو مش في مجال الحديث، لكن لازم نتذكر بكل الفخر ما فعله رئيس الجمهورية مع أبناء مصر اللي ممكن يكون حضرتك ليك قرايب فيهم أو أنا ليا أصدقاء فيهم اللي كانوا موجودين في الصين. نعم. بعد هذه النكبة طبعاً. الصحية التي هنا دولة لاحقت. هنا دولة أستاذ حسين. أنا هنا سعيد. دولة. أنا هنا دولة. وهنا تحرك سريع جدا لم نعهده كشعب مصر في سنوات كتيرة، يعني إنه في مصري في أزمة الدولة بمؤسساتها بتتحرك في أقل من 24 ساعة، وده بالتأكيد بيدي طمأنينة كبيرة جدا. خليني أروح لنقطة أخيرة. بالإضافة طارق بيه بعد إذنك إلى إنه تحرك محسوب. تحرك محسوب. أنا مش طالع أجيب الناس ديت ويحتمل أن يكون لا قدر الله فيهم من يحمل هذا الفيروس الخطير، وأنا مش عارف أنا هعمل معاه إيه. لا، أنا جايبه أبتلي بيه بلدي. لا، منطقة حجر صحي مستوى عالي جدا، وطلعت كمان إشاعة يعني أنا لا أجد من الألفاظ السيئة ما يليق بها، لكن أنا بعف لساني وأنا على هذه الشاشة الكريمة وفي هذا البرنامج العظيم إني أقول ألفاظ يعني لا تناسب المواطن المصري في عصره الجديد، إن الحجر الصحي سيء، وإن الناس اللي خرجوا كلهم أنت ما زلت في هذه الحرب. شكر. طبعا ما أنت ما زلت في هذه الحرب طبعا، وده أنا بشكرك بالتأكيد إنه هذا المشهد اللي إحنا بنشوفه كل يوم بتأكد مؤسسات الدولة على قدرتها على احتواء المواطن المصري، دي بتفرق كتير قوي معانا. أخيرا عايز أقفل مع حضرتك في جزئية يا أستاذ حسين. أنا بشوف أنه النهاردة بين قوسين كده هذا المصطلح اللي أنا بشوف أنه كان غائب كتير قوي وكل يوم بيزداد، وهو الوعي. الوعي عند الشعب المصري بكل حاجة بقى حواليه، الوعي بتنمية، الوعي بخطورة إرهاب، الوعي بحرب
الإشاعات، الوعي باستخدام التكنولوجيا اللي في إيدينا اللي إحنا ما بنسيبهاش 24 ساعة، الوعي في هذا الأمر شايفه إزاي النهاردة مع المواطن المصري في 2020؟ المواطن البسيط الفلاح، وسامحني في اللفظ، اللي قاعد على كوم السباخ في بلدهم، يعي تماما أن هذه الأرض ملك لهذا الشعب، وحريص تماما على أن يجعل من أبنائه وأولاده وأحفاده وأهل قريته وعزبته يعني مجموعة تنصهر في حب هذا الوطن. لكن حضرتك تعلم والمشاهد الكريم أن دول خارجية تعمل لوقف هذه التنمية المستدامة في مصرنا الحبيبة، دول تصدر إلينا الإرهاب، تصدر إلينا التطرف، ويوجد للأسف الكثير من العملاء والخونة الذين يفضلون العملة الأجنبية على سمعة هذا الوطن. لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يقول النبي رسول الإنسانية أن هذه الدولة فيها خير أجناد الله في الأرض. خير أجناد الله في الأرض ليست القوات المسلحة فحسب، وإنما كل مواطن مصري شريف يعتبر نفسه جندي مقاتل للدفاع عن بلده، للدفاع عن وطنه، للدفاع عن أسرته، للدفاع عن أولاده، للدفاع عن مقدرات ومكتسبات هذه الدولة. لذا كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قام بتحديث جميع أفرع القوات المسلحة وشراء الأسلحة من الداني ومن القاصي ومن كل البلاد، وتنويع كمان السلاح، صعود مصر في الترتيب العالمي للجيوش. احنا بنتكلم على حقيقة منظومة متكاملة لما تيجي تتفرج عليها من فوق، كله النهاردة بقى مرتبط وكله بقى بيشتغل. نورتني أستاذ حسين، شكرا جزيلا لوجودك معايا هنا. كل الشكر المصري جميل. شكرا جزيلا لحضرتك. بشكركم طبعا، وبشكر ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ الحسين عبد الفتاح المحرر بروزا اليوسف. أعتقد أنه كان كلام مهم جدا. ابدأ، روح، بادر، اشتغل، دور، ما عادش فيه مشكلة في الفلوس، في مراكز تدريب مهمة جدا تقدر تخش على النت على كل الصفحات اللي موجودة وتسأل كمان الشباب اللي بدأ الخطوة الأولى بتاعته. بعد الفاصل هنتكلم على جزء مهم أيضا وهو المحاضر التحفيزي، يعني إيه؟ بعد الفاصل في مصر جميلة.